السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. كيراكم دايرين؟ صافا شويه غاية. نتمنى ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. مرحبا بكم خوتي معنا، نشكركم على التواصل تاعكم، تواصلوا فيه معنا وعلى الدعم تاعكم، نقول لكم بارك الله فيكم. ورانا نتواجد معكم باش نفيدكم بكل معلومات تتعلق بفيزا اسبانيا ولا فرنسا. رانا جبنا لكم خوتي اليوم الاخ هذا اللي تحصل على فيزا اسبانيا، وتقريبا هذا اكثر واحد تاخروا عليه، يعني هذا اطول يعني مده باش رجعوا. هكذا جبنا لكم باش الناس اللي مازال ما ردولهمش ثاني يعرفوا شكاين ويزيدوا يصبروا وما يتقلقوش خوتي. كي العادة قبل ما نبداو خاوتي، ما تنساوش ديروا جيم للفيديو، اللي مش مشترك اشترك في القناة خويا كي يكون كاين جديد يوصلك مباشرة. ما نطولوش عليكم، نبداو ديريكت في الرسائل تاع خونا هذا. يا مولاد السلام عليكم. شوف انا راني درت ان دوموند، درتها لو 13 جوان، هي جابوني في 24، هي عطوها لي لو يامز. راني نحوس نهضر معاك، الا تبغي نعطيك شي معلومات وعندي واحد النصايح مليحه نعطيها لهم. صدير قعدت لي 45 جور صبرت عليها. سمعتوا خاوتي، 45 يوم باش ردوا له. واخويا 45 يوم، وراكم تسمعوا خاوتي قال لك باللي عندي نصائح باش نعطيها لكم. وحنا اي حاجه، اي واحد ينجم يقدم الاضافه، نصيحه، معلومه، اي حاجه صغيره، مرحبا به على الراس والعين خاوتي. السلام عليكم خويا، مبروك عليك، مبروك عليك فيزا اللي تحصلت عليها، وقلت لي باللي يعني طولوا عليك بزاف. قول لي وين تدفعت خويا، وين ترجعوا لك، وشحال قعدوا من يوم باش يرجعوا لك هكا باش الناس تعرف خويا. باسكو بزاف ناس، والله لا بزاف ناس راهم يعيطوا لي يقول لي مراد اسكو فاتوا عليك ناس طولوا عليهم هكا وعطاوهم هادي باش غير الناس تعرف خويا. هنايا كنت ما كنتش سامع الفوكال تاعها الاول، على بيعه وتكررت لها السؤال، بصح معليش خاوتي باش الناس تزيد تفهم غايه. وغادي نجاوبك على السؤال تاعك اللي قلت لي وين تدفعت وين عطاوها لك. انا دفعت لو 13 جوان. كاين واحد الملاحظه هنا، انت كنت دائما تهضر عليها، كنت قلنا ما بابيكم ما تدفعوش، راه كاين بزاف شي شارجوكا. انا من روحت شفت بالك واحد 500 بنادم، ما لا تفكر نورمالمون صعيبه الحياه كاع هكا ودفعت. والمهم رجعوا لي لو 25 لو 25 جويي، عاد انت شحال قريب 45 جور. هيا ولد وعطوني رحت رفتها الغدوه جابها لي هذاك تاع اللي يجي من لي كوريسبوندونس هذوك اللي نديرهم عندهم، قال لي لو 26. ولو اسمح لي لو 26 سي لو 26 جويي. 26 صاي مول مامو كي قلنا 45 يوم باينه بلي 26 جوي، بصح شوالا هكذا نحنا باش الناس تتاكد وتعرف شا كاين. هذا ما كان خوتي، نزيدو نشوفو شا كاين شا ما كاش خوتي. الحمد لله الحمد لله، يعني 45 يوم وكنت حصلت على فيزا. اكيد يعني هاد الشهرين راح يكون فيه ماشاج بزاف، على هادي تاخروا عليك باش ردوا لك. لو ما كانش كاين كاع هذاك الغاشي يعني كانوا 20 يوم ولا يردوا لك. والحمد لله يعني اللي راك توفقت وتحصلت عليها بعد 45 يوم من الاعتذار. ندخلوا خويا دروك مباشره قبل ما ندخلوا للملف تاعك، اسمح لي نسيت سؤال اللي هو اسكو انت كانت عندك فيزا مقبل، ما عندكش، عندك رفض ما عندكش، هكذا باش الناس تعرف. كاين يقول لك 45 يوم بالك هذا كان عنده رينوفيوم وعطاوه راك معايا. هو نجاوبك السؤال الثاني تاعك، انا ما كانش عندي لي فيزا. انا كنت درت طلب العام اللي فات فاني عند تاع اسبانيا، ايوا داروا لي الرفض. انا من شفت الرفض الملف تاعي كان شباب وثقيل وكاع، كادو كي رفضوا لي، رحت طلعت عندهم. هيا خاوتي هنا ملاحظه برك، ماشي معناتها الملف تاعك شباب وقوي راح يعطوا لك فيزا، باسكو بزاف ناس بزاف ناس بزاف ناس الدوسي تاعهم شباب وقوي وكل شيء وما عطاوهمش فيزا. قلناها لكم وعاودناها لكم وقلناها عده مرات خالتي، الملف تاعك كامل متكامل لا يعني انك راح تحصل على الفيزا. في بعض الاحيان كيكونوا لا شارج كيما هكا وكل شيء يسبقوا بالناس اللي عندهم فيزا قبل. على هذه من الافضل كنا نقول لكم ايفيتو هاد الايام. زيدوا نكملوا. يخدموا في سمحونا عليك تاع شويه، ما يخدموا في الكونسيلا تاع في وارن في اسبان تاع اسبانيا. فهمني وريت له، قال لي تشوف راح نوري لك. كي شاف الفورميلار كان عندي الدوبل، قال لي راهم دايرين لك الاقامه، وانا غلط، دايرين لك الاقامه 3 ايام. صادي الفورميلار كتب لي فيه لو سيجور تاعي 3 جو، قال لي هنا ما يعطوهالكش. غنزيد دروك نقول لك تاع اللي قلت لي
مانيش فاهم انا السؤال واحد اخر قلت لي عليه وين قيله تاع عاد تشوف كي عاودي عاودها لي مراد راني جاوبتك في هذا. بون مراد، المهم انا ما كانش عندي فيزا من قبل، لا صافي هذيك الاولى اللي حكيت لك عليها صرات غلطه كي عمر البورميلا دار تروا جور، وهذه درتها وبنفس الملف بنفس الملف عطاوني. قولي واش من ملف عندك انت؟ عندك ملف تاجر ولا موظف؟ واه مراد السؤال تاعك هذا، انا عندي شو رسلتي متقاعد. متقاعد مليح اخويا، باسكو عندنا شحال ما دار لناش واحد متقاعد. متقاعد مليحه. قول لي التقاعد تاعك شحال، شحال عندك في التقاعد تاعك، الخلصه تاعك على التقاعد؟ شوف يا مراد، انا تبعت لك وسي فري ما كانش واحد التقاعد دخل عندك، انا درتها اكسبري. التقاعد من تدفع الدوسي تاع التقاعد صنوت مليح، اللي كان مسؤول، اللي كان سوزور، اللي كان ميكانيسيان، اللي كان مانيش فاهم انا من ويزني، اللي كان اجون سيكوريتي دايرين لهم تقاعد كاع كيف كيف. انا بخاطر اش درت؟ شادرت شو شادرت حاجه مليحه، جبت شهاده اداريه تاع الخدمه اللي كنت نخدم فيها، سيرتيفيكا ادمينستراتيف شافيها فيها تاع ديريكتور. بون في الاولى ثاني كي دفعت التقاعد ما عطاونيش مالغري سالير مليح، بس على خاطر اكيد لهم شهاده كش كنت نخدم عطاوها لي، هادي عاونتني. مام هادو اللي متقاعدين اللي يكون عنده كان عنده منصب مليح وكاع ما يشوفوش هما كثر السالير كيما المنصب يشوف فيك مليح. سمعتني صاحبي؟ اي زيد اعطيني سؤال. ما جاوبنيش شحال الخلصه تاعك باش نعرفوا شحال درت في الاورو خويا، وشحال والكونت تاعك دينا اسكو كان فيه ولا ما كانش فيه خويا. واه مراد، ملاحظة صغيرة بركا، أنا مين جبت لك هذيك تاع ستاسيون طرافي كاين أساتيدة، كاين ديريكتور تاع مؤسسة، كاين بزاف اللي نورمالمون كيديروا هاد الشهادات يعاونوهم، دي فوا ما يعطوهمش، مين يشوف أش كان يخدم يتعاونها شوية، هذه ملاحظة برك. بون لو سالير تاعي أنا، السالير تاعي ندير أنا 58، ودرت بالأورو كيما قلت أنت، اللي ما اللي في الخمسة وكاع ما يلحقش يلحق بزاف، درت 22. والكونت تاعي دينار كان فيه واحد 18 هكاك، واحد 18 مليون هادي. درت يعني 22 يعني 2200 مليحه، يعني قلنا فوق خمسه يعني تكون فوق 2000. وبارك الله فيك على الملاحظه تاعك. دروك حنبوك، بغينا حنا رانا دايرين فيديو بكل التفصيل على الدوسي تاع متقاعد، بصح بغيناك انت تعاود تعطينا الدوسي اللي دفعته بورقه بورقه اذا ممكن. هو مراد دوك نعطيك ظرف الدوسي سامبل كاع، هو ما فيه والو، هذاك فيه تجيب اللي راك عافيلي في لاكاز، حنا من عندنا في الغرب يقولوا كازو، وتجيب الريفوني مونسيال انيال المدخول الشهري والسنوي من عند سي ان ال، وتمرق له لو في بونكير تاعك من لا بونك اللي داير فيها درامون دينار، وتعطيهم الفني تاع الاورو هذاك على بالك به يمرق هذيك الدراهم، ولا عنده ريلوفي من الاحسن. لاخاطش انا نقول لك حاجه ما قلتها لك ساع، انا عام ونص وانا ندخل، هذه 20 هذه 40 هذه 50 هذه تعاون بزاف مراد، يحسيك باللي راك هنا انت ماشي سلفتها ولا شريتها ولا كريتها ولا هذا ما فيه، هذه هي. وانا على جاز تاكدت لك ماذا بيه، انا شازت موراها جبت اتيستاسيون دو ترافاي. بون يوم يقول لها شهاده اداريه، هذيك باللي انت هاش خدمت في ديك المؤسسه ولا في ديك، وكما قلت لك كاين خطرات كاين استاذ في الثانويه ولا هكذا، وهذو مساكين يحشموا من يجيو من الروكري، هما شنو يديروا؟ يدير لها متقاعد، هي متقاعد على بالك كاين المتقاعد اللي راه يدير ثاني كان استاذ وكاع يدي 5 مليون، بصح مين يشوفها خاوي هكاك ما يديهاش فيه، ماذا به يجيب الشهاده تاعه باللي هاش كان يخدم، هذه تعاون. ايوا السلام عليكم. يا مراد كاين واحد الملاحظة باني ما قلتها لكش، ماذا بيه الناس كي يروحوا تما يروحوا بلباس محترم، ما يروحش داير كاسكيطة ودير بونطاكور وكلاكات وكاع، هادو على بالكم تما بلان دو كاميرا والبروفيل عنده دور، يروح بلباس محترم وراه كاين لي كاميرا تما ويشوفوا كاع التحركات تاع من يدخلوا تما، هذيك تعاون بزاف يا مراد، هذه هي اللي نقولها اخويا. شكرا خويا، شكرا بارك الله فيك على كاع المعلومات اللي عطيتهم لنا، وكنا هضرنا احنا من قبل على الهندام يعني يلعب دور كبير نهار اللي تروح دافع الملف، وشكرا انت راك زدت ذكرت به خالتك، بارك الله فيك وربي يحفظك خويا، ولا عندك اضافه؟ ماشي مشكل مع حبيبي. وا مراد، شوف
شو مراد انا نرجع للكلام تاعك اللي كنت دائما تقول لهم باللي اديتو هاد الشهور تاع العطله الصيفيه هادي على خاطرش علاه على بالك علاه بطا وانا كي قاعد نشوف انا دفعت مع واحد لو ميم جور انا وياه من بعد تلاقيت معاه ايش ما نبري طاو علاه باسكو عنده بالك سبعه تاع لي فيزات وهذوك اللي ما عندهمش كاع ما يشوفوهمش دروك يديروا بريوريتي لهذوك اللي عندهم لي فيزا بزاف وكيما انا تاعي مطريش شنيوها لي حتى 23 جوي صافي 40 جور باه تسنيت وهداك السيد اللي معايا تم شنيوها له باسكو الملف تاعو طويل وعنده سبعه تاع لي فيزات ولا ثمانيه في الباسبور تاعو مالا انا فاني نقول كيما كنت تقول لهم تايا ماذا بكم ما تدفعش هاد في هاد لي مومون هادو. ايوا بارك الله فيك السلام عليكم. التصويره تاعك اللي كديرها في هنا كنت طلبت منه انه يقلع التصويره تاعها اللي كنديرها في البروفيل باش كي نسجلوا فيديو ما تبانش التصويره تاع الاخ وهي الفيزا تاع اللي تحصل عليها تاني سيدي ما وريناهالكمش. المهم خوتي احنا ما تهمناش الفيزا ولا تهمنا الطريقه اللي دارها والمعلومات اللي تفيد الناس اللي رايحين يدفعوا وراكم شفتوا خوتي قريب 45 يوم يعني وتحصل على فيزا الحمد لله يا ربي العقوبه اللي مازال ان شاء الله. وكم بارك الله فيكم خوتي ربي يوفقكم والسلام عليكم خوتي. ما تنساوش قبل ما تخرجوا لما دير جام وانت خارج خويا. السلام عليكم.